دي تهنئه بعثه النادي الاهلي او الجاليه المصريه المتواجده في جنوب افريقيا وتهنئتها للكابتن محمود الخطيب بعد نهايه المباراه مباشره. زي ما حضراتكم شايفين الناس كلها مبسوطه، الناس كلها بتهني كابتن محمود الخطيب طبعا في واحده، لانها واحده من المباريات الهامه جدا والصعبه جدا وذكريات سيئه للنادي الاهلي في هذا الاستاد. ولكن رجال النادي الاهلي النهارده الحقيقه استطاعوا ان هم يعملوا ملحمة جيدة جدا جدا جدا، وكادت أن تنتهي بفوز النادي الأهلي لولا يعني بعض أو إضاعة بعض الأهداف في الشوط الثاني تحديدا. كابتن يوسف الشوط الثاني، أو خلينا نتكلم عن المباراة في مجملها،